يا زهراء روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا، وقادوا عليا في نجاة المهندي. وفاطمة بالباب أسقط حملها، وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمدي. بعد ماذا فعلوا ببضاعة الرسول؟ قال وكسرن منها أضلع عيون ليت أضلعي، فدتها يا وإن لم تكفي بالنفس أفتدي. لكن أكو بيت يوجع قلب صاحب الزمان، روحي فدا عندما يقول ولف عايا ذاك الزنيم بلطمة، ولف ذاك الزنيم بلطمة. يقول سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أن فاطمة روحي فداء من شدة حزنها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله انتحل بدنها حتى صارت كالخيال، يعني نحيلة ضعيفة. فإذا كانت الزهراء كذا فما حالها عندما لطمت على وجهه؟ ولف ذاك الزنيم بلطمة على وجنة الخد الأسيل المورد. وقع بين الباب والجدار، احنا إلنا مناشدة مع ذلك الباب. يا الباب يا
يا الباب لبست الحزن طول العمر يا البايا يا 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 ذهيل ما بقت لي أفكار يا البايا أنشدك وين محسن وقع يا الباب يوم العذرة والزهرة الزجية أويل ليوم العذرة والزهرة يا ساعد الله قلبك يا زهراء ومن طاحت بين الباب والجدار ملطومة مسقطة صرخت صرخة وأبتا ومحمدا ولما أفاقت من غشوة نادت أيا فضة أدركيني فقد وربي أسقط جنيني أقبلت إلي فضة ولكن بيا حال غدت تصرخ يا فضة صدري انصاب جنيني وقع مني فوق لاعتا اجت فضة ولفتها فوق لترايا اياب اجت فضة ولفتها فوق لترايا يا 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 يسيل من الصدر وضلوع الدم أوائل اللي يسيل من الصدر وضلوعها يا 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 الدايا يا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل الفرج صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد القرآن الكريم تعرض في الكثير من آياته إلى مواضع متعددة ومواضيع مختلفة ومن ضمن المواضيع التي تعرض إليها في آياته المواضيع التربوية
وهذه الآية المباركة في قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، تعتبر من الآيات التربوية المهمة التي لا يمكن لأي مرب فاضل أن يتجاوزها وألا يتدبر في معين عطائها، حيث أن الآية مع قصر كلماتها إلا أنها تكتنف في طياتها مجموعة من الأبحاث المهمة التي لا غنى لنا عن طرحها وعرضها. ولو جئنا لنتحدث حول تلك النكات تباعا، فأما النكتة الأولى التي يشير إليها النص القرآني فهي إشارة واضحة إلى دور الآباء والأمهات في تنشئة الأبناء، فالله عز وجل ما خلد لقمان عبثا، خلده كحكيم، وخلده أيضا كأب فاضل مرب، وساق وصاياه 7 وصايا أو 8 وصايا في القرآن الكريم تفوه بها أب حكيم. وهذا معناه أن على كل أب أن يتأمل وصايا ذلك الأب الذي خلد في كتاب الله. أنتم تعلمون أيها الأحبة بأن الأبوين لهما بالغ الأثر في تنشئة الأبناء، فصلاح الأبوين يؤسس لصلاح الأبناء، وفساد الأبوين يؤسس لفساد الأبناء، ولكن لا على نحو الحكم الرياضي العقلي، مو معادلة رياضية الفاسد لا يخرج منه إلا فاسد، لا، قد يخرج منه صالح، وليس قطعا بأن الصالح لا يخرج منه إلا صالح، وإلا فها هو معاوية رضوان الله عليه، معاوية بن يزيد ابن معاوية، تخيل يزيد قاتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رزق ولد أسماه معاوية، وقد رحل من الدنيا في عنفوان شبابه في ظروف غامضة حيث تمت تصفيته. لماذا؟ هذا ابن يزيد لكنه من محبي أهل البيت عليهم السلام، وكان يرفض أن يقبل الخلافة بعد أبيه مع وجود الإمام علي بن الحسين عليه السلام، ولهذا عندما تفتش في أسباب موته أمور غامضة، حتى أن أمه تقول له: ليتك كنت حيضة، ما تريد يجي ولد. رجل اختلف عنهم مبدأ ولاء موقفا إلى غير ذلك. فإذا لا يوجد قانون عقلي أن الفاسد لا يلد إلا فاسد، لا، قد يخرج يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن الله تعالى يعلم بأن صلاح الأبوين له آثاره البالغة على تنشئة الأبناء. يأسس للأرضية الخصبة. ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول: إياكم وخضراء الدمن؟ قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في وين؟ في منبت السوء، يعني في بيئة فاسدة، في بيئة منحطة، في بيئة لا قيم لها ولا مبادئ، فإذا أعجبك جمالها فاحذر، فإنها ماذا؟ أخذت وتربت وترعرعت على مبادئ خاطئة. فعادة في الأعم الأغلب يكون مثل هؤلاء من الأبناء فيهم قابلية للانحراف، قابلية للفساد، إذا كانت البيئة التي ينشؤون فيهم فيها فاسدة. ومن هنا تجدون أن الأب الصالح صلاحه ينعكس على
أولاده يأثر بي. من هنا تجدون يا أحبتي بأن الله عز وجل يبين أثر صلاح الأبوين على الأبناء ولو بعد موتهم. حتى لو مات الأب ماتت الأم، الآباء الصالحون لهم أثر على أبنائهم ولو بعد الموت. تأمل في قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته شنو كنز لهما. الكنز اختلفت الروايات، أهي أموال أو سبائك من الذهب أو كتب العلم؟ بغض النظر عن ذلك الشيء ثمين. وكان تحته كنز لهما. النكتة اللي نريدها كمل الآية: وكان أبوهما صالحا. الله عز وجل يجند نبيا من أولي العزم ويجند وليا من الأولياء لحفظ مصالح هذين الغلامين اليتيمين. لماذا؟ الله يقول وكان أبوهما صالحا، وإلا فجميع اليتامى في الكون يخضعون ماذا؟ اليتيم مرحوم كيف ما كان، لكنه مشمول بالرحمة الرحيمية. وأما أبناء الصالحين فلهم رحمة خاصة تنطلق من الرحمة الرحمانية. الله عز وجل يعطي لأبناء الصالحين ميزة وخصوصية. من هنا تجدون أيها الأحبة بأن هناك انعكاس يترشح من صلاح الأبوين على أبنائهم. من هنا تبدأ عملية التربية من صياغة هوية الآباء. يا أيها الذين آمنوا قوا شنو أنفسكم، بعدين شنو وأهليكم. ابدأ أيها الأب بإصلاح نفسك لتكون قادرا على إصلاح أبنائك. رحمة الله تعالى على الصاحب ابن عباد، وكان من الأدباء ومن الشعراء الذين لهم ولاؤهم لأهل البيت. وقد عرف الصاحب ابن عباد بالكرم والسخاء كما عرف حاتم الطائي الذي يعرف بكرمه وسخائه. لما جاءوا يسألونه كيف أصبح الصاحب ابن عباد سخيا كريما، من وين هذا السلوك؟ فقال: كل ذلك بفضل أمي. ماذا كانت تفعل له أمه؟ منذ فترة الصبا كانت إذا أرادت أن تتصدق لا تتصدق إلا بيد من؟ ولدها. تضع الدرهم في يد ابنها: بني تصدق. ترى الفقير أو الفقيرة بوسعها أن تضع الدرهم هي، ولكن تمرر الدرهم بيد من؟ ولدها الصاحب ابن عباد. يقول: فصارت أمي في كل يوم تعطيني درهما أتصدق به. شب الصبي وقد ترسخ السلوك. هذا الأسلوب من أبلغ الأساليب التربوية في تعزيز السلوك الإيجابي. مرات تقعد مع الولد تقول: يا بابا حبيبي الصدقة حسنة، الصدقة تقرب إلى الله. فأنت تعطيه مفاهيم وصور ومعلومات عن الصدقة، بينما عندما تعطيه الدرهم ليمارس التصدق سلوكا عملا يكون للسلوك وقع. فكانت تلك الأم الفاضلة في كل يوم قادرة على أن تتصدق بنفسها، ولكنها لترسخ السلوك. لاحظوا، كانت تعطي ولدها. فشب الصاحب ابن عباد وكان صبيا صغير، وتعود على البذل والعطاء. فلما كبر وكبر ماله وكثر رزقه زاد عطاؤه حتى عرف بكرمه وبسخائه. والفضل يعود لمن؟ لأمه. انظروا يا أحبتي السلوكيات التي يؤسس لها الأبوان الصالحان لها ثمراتها على المدى البعيد. الشريف الرضي
والشريف المرتضى رحمة الله تعالى عليهما من كبار الطائفة ومن علمائها ومراجعها، مات أبوهما وخلفهما صغار، وكانت أمهم السيدة العلوية الفاضلة كان لها بالغ الأثر في صياغة هويتهما. في ليلة ليلاء وإذا بشيخ الطائفة الشيخ الأنصاري يرى في الرؤيا أن فاطمة الزهراء عليها السلام أقبلت إليه بولديها الحسن والحسين عليهما السلام، وهي تقول: يا شيخ خذهما وعلمهما. أفاق الشيخ المفيد متحيرا: أنا أعلم الحسنين؟ أخذ يبحث ولكن لم تطل حيرته. لماذا؟ لأنه في صبيحة اليوم التالي مباشرة وإذا بباب الدار تطرق، فتح الباب وإذا بالسيدة الجليلة أم الشريفين الرضي والمرتضى وقد جاءت بولديها. قالت: يا شيخ خذهما وعلمهما وأدبهما. فلم يمتنع لأن الرسالة ماذا؟ وصلت إليه. أخذهما علمهما علما أدبا فضلا حتى صار كل واحد منهما من أعاظم الطائفة ومن كبارها. شريف الرضي هو الذي جمع خطب الإمام علي عليه السلام في كتاب جواهر البلاغة، لاحظوا. وكذلك ماذا؟ عندما نأتي للشريف المرتضى فقيه الطائفة ومن أعاظم الفقهاء، هذولين لو جئت لتفتش في من هو السبب في بلوغهم هذه الدرجة. الأم، هاي الأم خلف أبوهما شيئا من المال، فكانت تأبى أن تطعمهما حتى من الحقوق، حقوق السادة، ولا تطعمهما إلا من تركة أبيهما أكل الفقراء، إلى أن شبا وكبرا لا يأكلان إلا حلال ولا يطعمان إلا حلال. من هنا تجدون يا أحبتي بأن هذه الأم لها فضل. القرآن الكريم خلد لقمان ليكون نموذجا للآباء الأفاضل، الأب إلي بالغ الأثر في طبيعة سلوك الأبناء والبنات. تعال معي إلى كربلاء مثلا. القاسم بن الحسن عليه السلام عندما أراد أن يبرز إلى الميدان، أتذكرون ماذا قال له عمه؟ قال له: بني، ما طعم الموت عندك؟ شنو قال؟ يقولون تبسم غلام صغير، قال: عماه أحلى من شنو؟ من العسل. علي الأكبر عندما أخبره عليه السلام أبوه عليه السلام بأن القوم يسيرون والمنايا تسير، قال: لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. سؤال: لماذا هؤلاء يستأنسون بالموت؟ أتعرف لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة رجل يقول: لا أرى الموت إلا سعادة. هاي النتيجة، هكذا يكون أبناء مدرسة الحسين. إذن الآباء الأفاضل والأمهات الفاضلات لهن بالغ الأثر في طبيعة تربية الأبناء، ولهذا استحق لقمان لأنه مرب حكيم أن يخلد في كتاب الله. النكتة الثانية التي نستلهمها من قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو ماذا؟ يعظه. إن الآية الشريفة تبين لنا أن من أهم الأساليب والأكثر تأثيرا في تقويم سلوك الأبناء هو أسلوب الوعظ. أساليب متعددة، قد تستعمل أسلوب الإقناع، أسلوب الجدل، أسلوب الدليل والبرهان. لا، إن أردت أن تقوم سلوك أبنائك
وأنت أيتها الأم إن أردت أن تقومي سلوك بناتك فاتخذي ما ذكره القرآن وهو يعظه، إشارة واضحة بأن أسلوب الوعظ هو أفضل الأساليب في التأثير في الأبناء. وبعبارة أدق نقول لو تتبعنا مفردة الوعظ فإنها في كتاب الله ما من خلاف بين طرفين بينهما علقة قلبية، طرفين إذا بينهم علقة قلبية الله يقول استعملوا الوعظ، لأن الوعظ خطاب يصدر من القلب ولا يقع إلا في القلب. شلون يعني؟ تعال معي. العلقة الزوجية، الرجل عندما يتزوج امرأة وتتكون العلقة الزوجية بينهما رابط قوي من الحب القلبي، ولهذا لما يتخالفا ويختلفا يجي القرآن يقول واللاتي تخافون نشوزهن شنو؟ فعظوهن. لجي تفلسف الدليل وتتكلم بالبرهان وتجيب المجادلة والمناقشة، إن أردت أن تكسب زوجتك فخاطبها بخطابات تنبع من وين؟ من القلب. وأنت أيتها المرأة لا نفلسف الخطاب ونقيم الحجج والبرهان ولا أدلة، ولكن الكلمة اللينة اللطيفة التي تنبع من القلب تصل إلى القلب، تأثر. تعال معي مثلا للعلقة بين الأب وبين ولده. الله عندما يذكر لقمان كأب وولده كأب قال وهو يعظه، جسور التفاهم على نحو ماذا؟ الوعظ. تأمل جيدا، العلقة بين الأب وولده علقة قائمة على الاتصال القلبي. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام يخاطب الحسن الزكي عليه السلام: بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، فكأن الذي أصابك أصابني ولدي، أنت جزء مني. لاحظ، فلما يكون العلق بين الولد والأب والولد والوالد والبنت والأم وابنتها علاقة قائمة على الترابط الروحي والوجداني، فنحتاج إلى الوعظ، لأن الوعظ من أهم الأساليب اللينة التي لها وقع في النفس. الله ذكر مفردة الوعظ ومثل لها، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يلا بين شلون أسلوب الوعظ، قال يا بني، هذا الأسلوب، شوف الأسلوب شلون يا بني، أنت لما تنادي ولد وتقول يا ولد، غير لما تقول شنو، يا ولدي. إذا نسبته إلى نفسك للكلمة وقع. إحنا كلنا صرنا يوم من الأيام والموجودين أولاد، ونعرف الفرق لما ننادى يا ولد وغير لما تنادي يا ولدي. العبارة مشحونة عاطفة ولطف ومحبة ولين ورقة، يا ولدي. حتى في الرب العظم، الرب العظم هو الله، وأما أنت الرب الأصغر، رب عائلتك ورب أسرتك، فالرب الأعظم نحن عباده المذنبون، ومع تقصيرنا وتفريطنا عندما يقول لنا يلا استشعر في قلبك قل يا عبادي، شوف شلون العبارة كثر الهوقع، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف إيش كثر، مع أنه الله يخاطب المذنبين والعصاة والمجرمين والمتمردين، لكن لاحظ إيش كثر الكلام فيه عاطفة شديدة وفيه رحمة ولطف، يا عبادي. وفي آية أخرى وإذا سألك عبادي، هذا أسلوب من أساليب اللين واللطف والوعظ. فرعون طاغية زمانه، اذهبوا أمر الله موسى وهارون إلى أن يذهب إلى فرعون، إنه طغى طاغية، لكن لما أمرهما قولا له قولا
لينا، أسلوب اللين، أسلوب اللطف، أسلوب يقع في لب الإنسان. ومن هنا يؤكد القرآن الكريم على أن الأساليب في الإقناع والتأثير كثيرة. ادعو إلى سبيل ربك، واحد ابشروا بالحكمة. على بعض تفسير العلماء الحكمة يعني شنو؟ الدليل والبرهان المحكم، وهو يتناسب مع العقل، يعني أقم الحجج العقلية والبراهين العقلية. بعد قال والموعظة الحسنة، يعني من القلب إلى القلب، هذا واحد من الأساليب. ما نفع هذا ولا ذاك، وجادلهم بالتي هي أحسن. أسلوب الوعظ من أهم الأساليب في التأثير في الأبناء، فعلينا أن نلتفت إلى ذلك. النكتة، طبعا هذا الأسلوب مهم. قبل ما أدخل في النكتة الثالثة، أكو رجل إجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ولدي هذا أفأضربه؟ عند ولد يبي يعرف حقوقه، وهذا ولد يبي عنده سلوكيات مي جيدة، أفأضربه؟ قال: لا تضربه. النبي يقول لا تضربه، طفل صغير، لا تضربه، واهجره ولا تطل. لاحظ شلون؟ لا تضربه، طبعا من الحقوق الثابتة للأب وليست للأم حق الضرب، فضرب الأبناء حق للأب فقط، ولا يجوز لغيره أن يمد يده عليه. وهذا ليس يعني أنه يضربه كيفما يشاء، لا لا، الضرب له قواعد وحدود، ألا تضرب إلا 3 ضربات، ولا يكون لها احمرار ولا اختطار ولا سوداد، وإلا لزمت الأب الدية. كما أنه لا يجوز له أن يضربه مع إمكانية التأثير اللفظي، يمكن الزجر ويأثر، إذا لا تضربه. وإذا بلغ الصبي فلا يضرب، سقط حق الضرب مع البلوغ. التفت جيدا. إذا اتضح هذا، يجي يسأل أضربه؟ قال لا تضربه. النبي يقول لي عندك أساليب ثانية، واهجره ولا تطل. يعني شنو هجره؟ القرآن في الخلاف بين الزوج والزوجة اللي بينهم علقة قلبية، قال واللاتي تخافون نشوزهن فشنو؟ فعضوهن، مو كذي أول شيء؟ متقرأ فعضوهن. أكو الصحيفة، بعض الصحف السعودية كتبت بأن أحد السعوديين رفعت عليه زوجته دعوة. ليش؟ لأنه يعضها. جابوها للقاضي، القاضي أمر امرأة تفتش جسدها، وإذا جسد المرأة كلها عض. ليش؟ قال هذا حد الله، الله يقول واللاتي تخافن نشوزهن فعضوهن، فطايح فيها شنو؟ عض. لا مو هكذا، فعضوهن يعني الكلمة اللطيفة. زين، الثانية وح ها هجرهن، الله قال لا تضربه واهجره ولا تطل. شنو الهجر؟ شنو الهجر؟ في الخلافات الزوجية عندما يقول هجرها، يعني مو تشيل الشنطة وأغراضك وتطلع من البيت وتترك جهالك، مو هذا هجرها. ابقى في نفس البيت وفي غرفة النوم وعلى سرير واحد، لكن إذا جيت تنام عطها شنو؟ عطها ظهرك بس، هذا الهجر. يعني لغة جسدية، إن أنا في خاطري شنو؟ إشي، أنا زعلان، هذا هو الهجر. لاحظوا لما يجي يقول لا تضربه واهجره ولا تطل، يعني أشعر الولد إن أنت زعلان بنظراتك، ها، بلغة جسدك، لا تعطي وجزين، لكن التفت لا تطل. النبي دقيق، مربي كبير، لا تطل، لأنك أنت أيها الأب منبع الأمن، أنت منبع الحنان، أنت منبع الرحمة على هذا الصبي، ما يتحمل. ولكن أشعره بزعلك باستيائك عن طريق الهجر في زمن محدود. هذا أسلوب لين من الأساليب المؤثرة التي توصل الرسالة إلى الأبناء. النكتة الثالثة وبها نختم. القرآن الكريم في قوله تعالى وهو يعظه قال يا بني ماذا؟ لا تشرك
بالله. الآية توضح للناس جميعا بأن أولويات البناء والتربية وإعداد الأبناء هي الأبعاد العقلية. أنت أيها الأب مسؤول عن تنشئة ولدك، وتنشئة الأبناء لها جوانب متعددة، على الجانب الأخلاقي والجانب الفكري والجانب الجسدي. أنت كأب يجب عليك أن توفر الطعام. مو ليش الأولاد مواجبين نفقة؟ الأولاد يدخلون في إطار واجبي النفقة، يجب عليك أن تنفق على ولدك ما يناسبه سكنا ويناسبه مطعما ويناسبه لبسا. حتى لو كان ولدك صار جد، ولدك همشي، ولدك يصدق على ولد الولد ولد أيضا، فلو كان حفيدي فقيرا يجب علي أن أنفق عليه. ولدي من صلبي وأنجب أبناء وصار جدا لكنه فقير، يجب علي إن كنت غنيا أن أنفق عليه. ما تسقط النفقة حتى لو كبر سنا. المدار مدار عنوانين، أنه ولد، والمدار الثاني أنك غني قادر على الإنفاق عليه وإن كان كبيرا. التفتوا جيدا، هذه حاجة جسمانية، لكن هناك حاجات لها أولويات. لقمان الحكيم يبين أولى الأولويات، قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أبو حكيم، وساق مجموعة سبع آيات، وكل آية بها وصية تربوية واضحة. أول الوصايا من هذا الأب الحكيم أنه ماذا؟ التفتوا، أنه أشار إلى معرفة الله عز وجل. فمن الواجب علينا كآباء أن نربط العبد بالمعبود، والمخلوق بالخالق، والمصنوع بمن؟ بالصانع. أنت مو تريد ولد متدين؟ تريد ولد مؤمن متدين، لأن الهوية نوعان، هوية متدينة أو هوية لا دين لها، يعني ملحد ينكر وجود الله. فالهوية الدينية قائمة على معرفة الله. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام أول الدين، شنو أول الدين؟ أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. فلا توحيد من دون معرفة، ولا هوية موحدة من دون معرفة. فإن أردت أبناء مؤمنين صالحين فإذا عرفهم بالله. ولهذا لقمان ساق وصايا، أولها أن تعرف ولدك بالله، وثانيها أن تروض أخلاقه، وثالثها أن تعرفه كيف يتعامل مع الناس. وصايا متعددة ذكرها لقمان الحكيم رضوان الله عليه، فعلينا أن نلتفت إلى أهميتها. ومن هنا تجدون بأن المربي الفاضل والحكيم هو الذي يعرف كيف يغذي عقول أبنائه. لو أردنا نموذجا لنماذج التربية الفاضلة، تعال معي إلى فاطمة الزهراء عليها السلام. فاطمة نموذج لا نظير له. الزهراء روحي فداها، مع أنها لم تعمر كثيرا ورحلت من الدنيا في عنفوان ماذا؟ شبابها، ولكنها نموذج للأم الفاضلة المربية. كانت تعرف أولادها بالله عز وجل، وكانت تشد علقتهم بالله. إذا قامت إلى الصلاة جمعت أولادها، وها هي رواية عن الإمام الصادق عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام يقول أدركت أمي ليلة جمعتها قائمة طول الليل إلى أن انبلج عمود الفجر، والأولادها من حولها تعرفهم على أن قيام الليل والعبادة وغير ذلك يصيغ هوية المؤمن. كانت في شهر رمضان تأمرهم روحي فداها أن يناموا نهارا، لماذا؟ ليقوموا
ليلا علمها أبوها التسبيح المنسوب لها، تسبيح فاطمة الزهراء، فعلمته لأولادها وأمرتهم به، نزهوا الله، كبروا الله، هللوه. هكذا كانت امرأة مثالية، عمقت المعارف العلمية وكانت روحي فداها، تعلم القرآن والدروس الفقهية والعقدية والحسنان إلى جوارها. كانت تأمر ولديها الحسن والحسين سلام الله عليهم جميعا أن يذهبا إلى المسجد عندما يخطب جدهما. ترى باب بيت الزهرة في وين؟ وسد الأبواب إلا بابا، باب دار الزهرة في المسجد. من يبدأ؟ أبوها يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمر ولديها اذهبا واستمعا لما يقوله جدكما، تحث أولادها على حضور حلقات العلم. ومو بس هنا تنتهي الوظيفة، فإذا حضرا الحسن والحسين وعادا تجلس بين يديهما، لماذا؟ ليخبروها ماذا قال جدهما، فتؤسس إلى تعميق تلك المعارف أيضا وترسيخها في نفوس أولادها. أم أحبت أولادها وأحبوها، ولهذا كان لفقدها أثر كبير على قلب أولادها وعلى قلبها. من هنا تجدون أن علي بن أبي طالب عليه السلام عندما رحلت الزهراء وغسلها وجهزها وضعها على سرير، ثم نادى يا أولاد علي وفاطمة هلموا لوداع أمكم. هاي اللحظات موجعة، أبناء تعلقوا بأمهم وأم تعلقت بأبنائها. ولهذا عندما نادى علي هلموا لوداع أمكم، أقبل الحسنان وزينب وأم كلثوم يتامى. الحسن عمره 7 سنوات والحسين 6 سنين وزينب 5 أعوام وأم كلثوم تصغر 4 عام. جاءوا تمددوا على صدر أمهم، أما كلميني. الحسن ينادي والحسين ينادي، أما جاوبيني. يقول علي بن أبي طالب وهو يقسم، والعيش الذي عاشه رسول الله، والله إنها أنت أنا ومدت يديها وضمت ولديها. نودي علي يا علي يا علي ارفعهما، فقد أبكيا ملائكة السماء. صاحب الحسنين ودموعا على خدات سير، يا حسن يا حسين ود عمكم ترى حال الرحيم. جذب والنات وتزفر وانتحب خير العمايا، هل جنازة ودعوها يا يتامى بالعجل، ولا تكثرون البواكي جسم ابوكم منتحل. طلعت ايتام الوديعة بالبواكي والعوي، وزينب تهل المدامع والقلب منها انفطايا. لازم ام كلثوم وتنادي غدر بين الدهر،
هاي يا ابويا الوديعة شلون تدفنها بقبر للقبر، خذني وياها ولا تخليني وتشي والمصيبة يوم وقفش بالها يم النعاش ومدت ايديها على السبطين والكل اندهش وضمت الأولاد ليها وماج واهتز العريش ورفعهم حدر عن الزارة عبرات تزي بنت مان أم مان حليلة مان. ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا طريدا إلا آويته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.